الله، هذا دعاء حلو من أدعية الوالد سيد يوسف هاشم السيد أحمد رفاع الوزير نائب شيخ الطريقة الرفاع الصوفية الحزب السابع عشر من أوراده رضي الله عنه السيد أحمد الرفاعي. هذه الصلاة مباركة واسمها جوهرة السر. قال السيد أحمد الرفاعي، لا هذا أحمد عز الدين الصيادي، هي أحمد الرفاعي شيخ الطريقة الرفاع الصوفية بالعراق، يوم مجربة ومعروفة بين أهل الكمال من السادات الرفاعية والمداومة عليها من أحسن الوسائل لنيل المعاني ومعاني الأسرار الخفية من جانب الحضرة النبوية، وقد ذكرها العلامة الشعراني في بعض كتبه، وذكر أن قراءتها مرة واحدة تعدل قراءة دلائل الخيرات سيد الجزولي. وهذه هي صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قولوا آمين. السلام محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك وأرسلته رسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا بإذنه وسراجا منيرا. نقطة مركز الباء الدائرة الأولية وسر أسرار الألف القطبانية. شوفوا المعاني الذي فتقت به رتق الوجود وخصصته بأشرف المقامات بمواهب الامتنان والمقام المحمود، وأقسمت بحياتي في كتابك المشهود لأهل الكشف والشهود، فهو سرك القديم الساري وما جوهر الجوهرية الجاري الذي أحييت به الموجودات من معدن وحيوان ونبات، قلب القلوب وروح الأرواح، علام الكلمات الطيبات، القلم الأعلى والعرش المحيط، روح جسد الكونين وبرزخ البحرين وثاني اثنين وفخر الكونين، أبي القاسم أبي الطيب سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عبدك ونبيك وحبيبك وشفيعك وشفيعنا ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر العظمة لذاتك في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. هني بظهرها بعض المعاني، يقول شرح بعض المعاني نورك الأسبق. قال تعالى: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، والواو تقتضي المغايرة، وصراطك المستقيم. قال تعالى إن شاء الله صورها لكم: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأرسلناك إلا بشيرا ونذيرا وقرآنا منيرا، وأبرزته رحمة شاملة لوجودك أكرمته بشهودك. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة عامة شاملة، وأكرمته بشهودك، أي شهود صراطك أحديتك، واصطفيت نبوته ورسالته وأرسلته بشيرا ونذيرا. نقطة مركز الباء الدائرة الأولية، الباء هي ثاني حروف الأحرف الأبجدية، وسيد محمد صلى الله عليه وسلم هو ثاني موجود بعد الألوهية، والباء كسرا تساوي لحظة هذا الخردة. بسم الله الرحمن الرحيم هي أول مرتبة وجودية الذي فتقت به رتق الوجود، أي الوجود كان مرتوقا بنبوته، لذا قال بعض العارفين أن الحقيقة المحمدية هي الوحدة، وفي عين هذه الوحدة نورك نورك وتكثر روح جسد الكونين، أي روح الملك والملك والملكوت، وبرزق البحرين أي بحر الربوبية وبحر المربوبية. والله كلام كبير. وثاني اثنين فخر الكونين، أبي القاسم أبي الطيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن نبيك ورسولك صلى الله عليه سيدنا محمد، أنك ربي رب العزة عما يصفون سامن على المنسينة، والحمد لله رب العالمين. كل يوم نتعلم منك درس يا أبو يعقوب، قولوا آمين.